اوكي، طب وانت كارير بدايتك جت ازاي؟ انا بدايتي كانت تحت 12 سنه مع كابتن وليد، هو زميل والدي، خدني من يعني رحت النادي الاهلي تحت 12 سنه، بدات معاه زانه ودخلنا بطولة 12 سنة، كان أول مركز ده كان المركز الثالث. ايوه، القفز بالزانة مش حاجة سهلة، عايزة تكنيك وعايزة فتنس وعايزة مرونة وليونة وحاجات كتير، يعني عرفنا أكتر على الرياضة دي وإيه وجه الاختلاف اللي بينها وبين بقية تفاصيل ألعاب القوة. هو وجه الاختلاف بينها وبين ألعاب القوى إن القفز بالزانة هي لعبة مميزة جدا بين ألعاب القوى كلها، هي زي ما حضرتك قلت بتحتاج يعني رشاقة ووزن خفيف، تحتاج وقوة سرعة، برضو طبعا، بتحتاج ذكاء وسرعة تأديت، يعني بتحتاج كذا حاجة من حضرتك، فاهم؟ الذكاء كمان من ضمن العناصر المطلوبة. في ايه يعني قوة معروف، في ايه السرعة مفهوم هي ليه مهمة، لكن الذكاء في ايه تحديدا؟ الذكاء بيبقى ان انت تبقى عارف انت هتمشي زي ما حضرتك ماشية ازاي، بلاش توتر، لان التوتر لازم تبقى دماغك يعني فاتح رايقة دماغك. يعني، ايوه بالظبط، بس وبتعرف تبقى دماغك رايقه في وسط الاجواء التنافسيه اللي انت فيها في البطوله. ما هو ده بقى ده المطلوب بقى، ده هو ده الذكاء، ان انت تبقى تعرف تتاقب نفسك في حتة تانية، اوكي، فاهمني؟ تعرف تركز في محاولتك ازاي، تركز في انت هتعمل ايه، مطلوب منك كذا فتعمله. بس